أنا أتحدى، أنا أتحدى هؤلاء الشاذول وأتحدى المجتمع الدولي أن يرسل، أن يرسل، أنا نعم. أتحدى هؤلاء أن يرسلوا، أن يوافقوا على إفاد لجنة أممية. نعم. جهود الدبلوماسية، ومتى ما أعلن الحوثيون وقيادتهم رغبتهم في السلام وصناعة السلام وأتوا إلى الرياض وتاب عبد الملك الحوثي وأعلن وأبان وقال أنه يعني يأسف لما حصل في اليمنيين وأتى مرحبا بالجميع من أجل السلام. أما أنه الأخ يعني أنت كما ترى هم لا يؤمنون يعني لا يؤمنون سيد محمد، سيد محمد، سيد محمد، ولا يؤمنون لو تسمح لي فقط سيد محمد، لا يمكنك أن تغادر الاستوديو. سيد دحام، على ما يبدو سيد محمد فضل أن يغادر الاستوديو بعد أن سمع المداخلة أو الجواب من حضرتك من الرياض.